بأهداف موريرا في تلك المباراة، ولازكانو إلى آخر مواجهة جمعتهم في الموسم الماضي وانتهت بثلاثية لكل فريق في تعادل إيجابي. هيغوايين، سامي خضيرة، كاليخون، هيغوايين وكاليخون الآن مع الجنوبي في إيطاليا مع نابولي، وسجل هدفين بيرييتو وكريزمان. بالنسبة لسوسيداد، بنزيما استلام، بنزيما عرضها، يا سلام، كريستيانو يضرب، يا ربان، استفزه بلاتر فقرر أن يعاقب الجميع. الكوماندور، القائد، السلاح، اللواء، هو من يهاجم للدفاع عن جيش مدريد. قاذفة اللهب، الدون يسجل، رونالدو يتحرك ليقف البرنابيو، رونالدو يضرب لتهتز كل مدريد. الدون أولا، الدون يسجل، الله يا كريم، الله يا كريستيانو، انفجر في كل جولة، انفجر في كل أسبوع، في كل مباراة. انظروا كيف يهرب، انظروا كيف يعرف الكرة، يستعيدها لوكا، يستعيدها مدرج، يا سلام على التمريرة، الله عليك، متعني يا لوكا. بنزيما إلى كريستيانو، كريستيانو يتقدم، كريستيانو يا لعيب، بنزيما يا ربان، كريم اسم على مسمى، وللريال من اسمك نصيب، وللريال من اسمك نصيب. بنزيما يعود لعاداته القديمة، بنزيما لا يكتفي بالصناعة، بنزيما يسجل، بنزيما يجعل كارلو أنشيلوتي يقف، والريال يستمر في الوقوف. بنزيما يتلقى الهدية التي يردها كريستيانو. الريال يبدأ بقوة، يبدأ بالصدمة، يبدأ بالرعب. 17 دقيقة بهدفين، بنزيما يهديها لرونالدو، رونالدو يعيد الهدية لكريم. كريم في ظل سيطرة كريستيانو على استخلاص الكرة، مودريتش إلى كريستيانو، كريستيانو يتقدم، كريستيانو يحاول التصويب، التغطية الدفاعية، ماذا يقول الحكم؟ رهم من بنزيما، وبعد ذلك كريستيانو رونالدو، محاولة المرور والتصويب، لمسة يد بعد سقوط المدافع، الحكم كان قريب في الوقت الذي يقترب فيه كريستيانو رونالدو من أن يسجل أهدافا أخرى. كريستيانو، الله، دونوا بدون توقف، دونوا بدون تعب، دونوا بدون ملل، دونوا الأرقام، دونوا التاريخ، دونوا اللحظات، دونوا الآهات، دونوا، فالدون يتكلم، الدون يصرح. في الريال لا يسألون من سجل، بل كم من الأهداف سجل، كم من الأرقام حطم، كم من الشباك مزق من علامة الجزاء. يضيف هدفا آخر للريال، 26 دقيقة، أنهوا المهمة، أجهزوا عليهم مباراة باتجاه واحد للاعب لا يعرف في نص الملعب. مرور ممتاز عن طريق اللاعب دانيال كارفاخال، يلعب لكرة، يا سلام يا جارث بيل، الرابع 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 الرابع، السامي، وما أجمل الأسامي يا ريال. أخضر بريال أكثر خضرارا، أخضر يضيف الرابع بهجوم بالدفع الرباعي، بقوة، بأسلحة لا ترحم. الريال ينهي المهمة في 35 دقيقة، الكل يشارك، الكل يهاجم، الكل يشكل الخطر، الضربات تأتي من كل صوب، من كل مكان، من كل اتجاه. برافو حارس مرمى ريال سوسيداد، التصويبات وصلت إليه من كل مكان، برافو ريال مدريد، الله على القوة، الله على القوة الهجومية الكبيرة جدا. أول في نص الملعب، تعود الكرة إلى كارلوس فيلا بإرسال كرة طويلة وعالية، عدت عدت عدت، وصلت، يا سلام يا سلام، خسر سوسيداد وفاز غريزمان، خسر سوسيداد وفاز غريزمان بهذا الهدف الجميل في مرمى لوبيز.
الله على جريزمان، على الفرنسي. أنشيلوتي غاضب، أنشيلوتي يقول هل عدتم للأخطاء الدفاعية من جديد؟ انظروا إلى المكسيكي كارلوس فيلا والهفوة الدفاعية والتهية والنهاية الرائعة من جريزمان. سوسيداد يحفظ ماء الوجه بهدف شرفي لتصبح النتيجة 4-1. 4-1، الأهداف تستمر في الليغا الأسبانية وفي هذه المباراة التي تأتي في الجبهة. نظرات للمرمى، المحاولة الآن فيها تصويبة قوية. الله، بكل الوضعيات، بكل الطرق، بكل الأماكن، بكل الوسائل، هو الكل في الكل، هو كل الأرقام، هو كل الأهداف، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الريال، هو الفريق، هو الهاتريك، هو النجم. عليها السبعة يا كريستيانو، عليها السبعة يا كريستيانو. الكرة المتحركة، الكرة الثابتة تحرك البرنابيو. في الريال لا يسألون من سجل، بل كم من الأهداف سجل. هذا هو كريستيانو رونالدو. أي شخصية، أي قوة، أي سطوة، أي جبروت، أي دقة، أي أرقام، أي حفظ للمرمى من كل الطرق.